بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل، هنخش بقى على الزهور بتاعتنا، وانا عايز ايه اظهرهم كلهم عشان ارتب زهورهم. هنيجي بقى على الزهور دي كلها. هنقدمهم قدام شوية. من هنا هتبدأ الزهور بالتتابع تظهر معايا. هشوف الزهور اللي معايا، ابدأ ارتب بقى زي ما انا عايز. احنا عايزين الزهرة دي بتاعت الرأس بتاعتها، الرأس، فهنخليها اخر واحدة او فوق هنا كمان لوحدها. هنا لو شلنا دي هتبقى كده. اوكي، طيب انا عايز نبدأ ازاي؟ هنبدأ من من فوق لتحت، وبعدين هنخش كده على الزهور. اوكي، دي هتبقى تحت اول واحدة، دي تاني واحدة، وهيكون بين كل واحدة واحدة مثلا 4 فريم. مثلا دي 125 ودي 130، 5 فريم. ماشي، نشوف. الزهور دي كلها تبقى تاخد ترتيب ورا شوية. هناخد بقى بعد كده، احنا قلنا دي فوق، بعدين دي، الاتنين محطوطين في لير واحدة، دي محطوطة في نفس اللير، ما ينفعش، هنحطها في لير لوحدها ونسميها روز بس وخلاص دلوقتي. ونيجي F7 كنترول شيفت في عشان تنزل مكان، ونطلع دي فوق خالص. عمل دي ايه؟ ماشي، دي الاخيرة. هنخلينا دي ورا. نخش بقى على اللي بعده ونشوف ترتيب برضو ظهور. ادي 1 2، دي ظهرت مش في مكانها، مش عايزينها دلوقتي خالص. 1 2، ثلاثة، اتنين، تلاتة، أربعة، أربعة، اللي بعده 1 2 3 4 5، كتير 5 فريم. أنا عايز أخليها 4 فريم على فكرة. نرجع بكل واحد فريم واحد. دي 139، هننتهي عند 143. اوكي، واحد اتنين، احنا هنقول بقى دي هنسميها 1 2 ثلاثة،
أربعة خمسة. نيجي على رقم اللي بعدها ستة، ننزل بيها تحت. نشوف الأربعة فرام بتوعنا، 143 ل 147. اوكي، اللي بعدها هتكون رقم 7، مكانها مظبوط. اوكي، 8. موضوع بسيط، بس هي يعني كل الإعلان فكرة بس. احنا ناس كتير عارفة الأدوات بس ما بتعرفش توظفها كويس. أعتقد إنها مظبوطة. 163 ل 167، واحدة بس ورا. وبعدين دي يكون رقم 12. دي هتكون 14، تنزل تحت. نشوف الأربعة فرام بتوعنا لغاية 179. الصغنونة دي هتنزل تحت 15. دي 183. تمام. وبعدين دي مظبوطة، 16 وردة دلوقتي. شايف تايم لاين؟ تايم لاين ماشي بالتسلسل على طول، ده اللي انا كنت اقصده من الاول. عشان كده عمال بحط الليارات فوق وتحت وبتاع، اظبط شغلي عشان يريحني بعد كده. هناخد دي 7، لا دي كام؟ دي فين؟ دي لو خفيناها جينا هنا كده. تمام، دي هتكون رقم 18 والأخيرة. بعدين دي هنسميها هيد روز،
دي هتبقى مع البنت، مفيش مشكلة لما تيجي تظهر يعني. هيكون ظهور البنت، هيكون ظهور البنت بعد، هنستلم على طول من بعدها بأربعة فرام عادي، بس الظهور هيبقى بطيء شوية. الهيدروس دي هتبقى فوق البنت عشان تبقى باينة. اوكي، هنخلي ظهور البنت مثلا هنا، تبقى الاتنين نفس التايم. هنخلي البنت از ان، دي برضو از ان، ومثلا نخلي البنت فيها سنة جلو. هي دي كنا حولناها على ايه؟ دي كانت شيب عادي، نحولها موفي كليب. موفي كليب، ونخلي دي هتبقى فيها سنة جلو. الجلو بتاعها هيكون اللون ده بتاع الخط، بتاع الخطوط نفسها. وناخد بقى شوية كده ونزود الاسترينس بتاعتها، ونخلي ميديوم مثلا. بس بسيطة، حاجة بسيطة رقيقة خالص. اوكي، نشوف تيست. ظهور البنت حصل فجأة ليه؟ لأن ما ظبطناش من الأول حتة الموفي كليب. فاحنا هنرجع كنترول زد، احنا عملنا نزلنا على البنت على طول، فهو حولها لي جرافيك. لا، انا عايز احولها موفي كليب. هاجي هنا شوف البنت شيب اهي، هنروح جاي F8 ونقول دي الجيرل بتاعتنا ومن نوع الموفي كليب. وبعدين هاجي على نفس التايم اللي كنت عامله قبل كده، وانزل عادي خالص اللي انا عايزه بقى. هنبص لها دلوقتي استجابت. احنا ما كناش حطينا قبل كده الالفا، اوكي. لما تظهر هيديني جلو، حطلي جلو، حطلي نفس النسب بقى اللي احنا عملناها قبل كده اللاين. وكان الجروب بتاعنا 75 تقريبا وحاجة مثلا بالشكل ده. تست. كويس. لو انت شايف هنا البنت الجروب بتاعها، عشان هي فوق الورد فالجلو بتاعها مأثر على الورد، فهنضطر نعمل ايه؟ هنضطر نعمل نجيب البنت تحت الورد. هخلي الورد هو اللي فوق، اوكي، عشان اللون الاحمر ده ينتهي. ادي حاجة. الحاجة التانية، هنلاحظ ان الوردة مش واخدة الزمن بتاعها، فهناخد الوردة الاول، وكمان الافكت بتاعها مش نفس الافكت، فهنخليه بالظبط، وهنخلي الالفا الألفا بتاعتنا بزيرو، تبقى تظهر كده. هي لونها من جوه أخضر. فهناخد بقى، هناخد اللون ده الكود بتاعه، كنترول سي سكيب،
وهنضغط جوه وهنحول الوردة دي لنفس اللون ونشيل بقى التنت ده خالص ونحوله، ممكن تحوله لنان بس في حالتنا دي. لا خلاص حوله لنان، انت شايف الظهور بتاعها بقى احسن. ناخد بقى البنت بالوردة وناخدهم تحت بالروز كله. بالشكل ده اهو انتهت حتة الافكت اللي على الورد كله. تست كويس. انا شايف ان الورد عايز شوية افكتات كده بسيطة، فهنخلينا بقى هنحط على كل واحدة من دول بحيث انها تبدأ تظهر، مش تظهر مرة واحدة كده. فهنيجي زي ما انا بعمل كده، بحط كي فريمز بحيث ان واحدة تسلم واحدة على طول، واحدة تخلص تانية تخش ورا. جميل، نخش بقى على دي، نخليها بالألفا، هتاخد وقت شوية. طبعا الأخيرة دي نسيناها، نحط لها دي هتكون الألفا بتاعتها، وهكذا هنبدأ نعملها كلها. انا وقفت تسجيل وبدأت اعمل عشان بس وقت المحاضرة في الورد كله، فانت الورد بتاعك هيبدأ يظهر بالطريقة دي. تمام، نعمل تيست. ممكن ككسر نعمل شوية ملفية كده على حركة الورد، خلي دول زي ما هم، بس الورد ده ممكن تخلي بقى وردتين يظهروا مع بعض، مفيش مشكلة. تخلي ماشي، دي حاجة ترجع لك يعني حسب اللي انت شايفه او ذوقك انت. طلع بقى كانت احسن مني، وريني. اهم حاجه التطبيق يا جماعه، محدش ياخد الكورس ويتفرج عليه ويعمل تطبيق كده وخلاص وكبر دماغك. لا لا، ده مستقبلك. يبقى انت اشتريت الكورس ليه؟ لا، يبقى طالما انت اشتريت الكورس يبقى تطلع باكبر فايده. ولو اي استفسار انا موجود، ارسلني على الخاص وانا هرد عليك على طول ان شاء الله. خلصنا حته البنت، هنخش بقى في حته الديكوريشن. الديكوريشن ده هيبدأ على طول من بعد ما البنت تظهر، يعني من الفرام اللي قبله على طول. والديكوريشن ده بقى فيه شوية شغل كده، فيه تكتيك حلو قوي. ان شاء الله اشرح التكتيك ده والانيميشن بتاع الديكوريشن ده المحاضرة الجاية. السلام عليكم.